مشاهدينا، كنت بقول لحضراتكم قبل فقرتنا الإخبارية إنه إحنا النهاردة ضيفنا يعني ضيف أنا بسعد جدا لما بيكون معانا، الكاتب الصحفي الكبير والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، لأنه دايما لما بنفتح أي شأن سياسي بناخد منه تحليلات عميقة جدا وبسيطة كل مواطن يقدر يستوعبها ويفهمها، ونقدر نربط الخيوط ببعض ونفهم اللي ينبغي إن إحنا نفهمه في يعني ما يدور في عالم السياسة. مساء الخير يا أستاذ أحمد. نور يا دكتور، أنا متشكر جدا. يعني أنا اللي متشكرة لوجود حضرتك معنا. لا ربنا يخلي حضرتك، أنا ببقى سعيد جدا بوجودي مع حضرتك وعلى هذه القناة المحترمة. أنا بشكر حضرتك. يعني إحنا هنتكلم في أكتر من حاجة كلها تقريبا بتدور في نفس الـ يعني المعنى، وهو الحراك العربي الدائر الفترة السابقة وما يعني نستعد له من قمة الولايات المتحدة الأمريكية في الخليج، ونربط الحاجات كده ببعضها ونعرف فيه. بس خلينا نبدأ بالحدث الأجد، وهو زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عمان اليوم. دي تاني زيارة لرئيس السيسي للسلطنة، وأول زيارة في عهد السلطان هيثم بن طارق. خلينا نلقي الضوء على هذه الزيارة وعلى يعني ما ممكن أن تخرج به هذه الزيارة وما تحتوي من ملفات ثنائية للمناقشة. يعني بشكر حضرتك جدا على الاهتمام بهذا الملف، لأنه هو محل اهتمام يعني القيادة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية في 2014. يعني محل اهتمام أكتر من السابق، على الأقل العشر سنين السابقة على 2014، لأنه إحنا من 2011 ل 14 في ارتباك كبير، وقبليهم كنا يعني في شأن داخلي أكتر. لكن من 2014 وحضرتك فاكرة الطرح اللي طرحه سيادة الرئيس بفكرتين كانوا في منتهى الأهمية، الأولى فكرة القوى العربية المشتركة، والثانية فكرة الجيش العربي المشترك. وبالتالي الاهتمام للبعد العربي موجود في ذهن القيادة المصرية وفي ذهن السيد الرئيس. وبعد كده كان الطرح يعني يبدو أنه مثالي، لأنه إحنا عندنا صراعات عربية مشتعلة في أكثر من مكان، في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي العراق من آن لآخر. وبالتالي كان طرح السيادة الرئيس بيضمن أو بيتضمن ضمنا مبادرة لإطفاء هذه النيران المشتعلة، وبالتالي ده أيضا يؤكد البعد العربي في الذهن الرئيس السيسي. إحنا قدام زيارة لدولة مهمة تكاد تكون يعني إحدى الدول العربية القليلة اللي ما قطعتش علاقتها بمصر حتى في ظل الأزمات الكبرى، منها مثلا أزمة توقيع معاهدة كامب ديفيد، ويعني كل الناس عارفة المقاطعة العربية اللي حصل. يعني بتعتبر عمان سويسرا العرب لأنها يعني بالمعنى السياسي والجغرافي، لأنه عندها حالة من الحياد على تماما. يعني هي الدولة الوحيدة اللي ممكن تبع علاقتها بكل محيطها يعني معتدل ومنضبط وملهاش مشاكل، تكاد تكون يعني الدولة اللي عاملة معادلة مشاكل صفر. لها علاقات مع إيران مثلا رغم أنها عضو في مجلس التعاون الخليجي، هي على حدود اليمن، لكن تكاد تكون الدولة العربية الوحيدة اللي كل علاقتها بالأزمة اليمنية أنها ترسل مساعدات وأغذية وخلاف بالضبط. وبالتالي حتى علاقتها من القوى الكبرى والقوى العظمى ومن الأزمات الدولية تكاد تكون محايدة. وبالتالي فكرة استطلاع آراء القيادة العمانية في عدد من قضايا المنطقة وقضايا العالم تبقى مفيدة لمصر ومفيدة للرئيس السيسي. أيضا العناوين الاقتصادية كان ليها جانب بالتأكيد في اللقاء اليوم، خاصة مع وجود وفود رسمية حكومية، أغلب الوزراء والمسؤولين اللي من عمان موجودين. ربما أيضا ده يعني بيطفي طبيعة خاصة لبعض القضايا أو الملفات اللي ممكن يتم مناقشتها على المستوى الاقتصادي. هو في تطور حاصل في التعاون الاقتصادي المصري العماني، رغم أن يعني عدد سكان عمان
بحدود 5 مليون بما فيهم ضيوف عمان، يعني الشعب العماني في حدود 2 مليون وربع، لكن حجم التعاون الاقتصادي مع مصر تجاوز 586 مليون دولار في أكثر من، يعني في كلام على إحصائية بتتكلم، حضرتك عارفة تعدد مصادر الإحصائيات في مصر، ممكن الجهاز المركزي للتعبئة عنده رقم إحصائياته وغيره عنده رقم، أو تلاقي الغرف التجارية لها رقم، وتلاقي الهيئة العامة للاستعلامات لها رقم، وتلاقي الغرف التجارية في الدولة اللي بنتكلم عنها عندها أرقام، لكن العدد يعني الاستثمارات العمانية في مصر بتتكلم على رقم بحدود يعني يتراوح من 70 مليون دولار إلى 390 مليون دولار، وعدد الشركات برضو من 70 إلى يعني 100 وحاجة في هذا الإطار، لكن احنا بنتكلم على التبادل التجاري اللي تجاوز 586 مليون دولار، ده رقم مش سيء مع حجم السكان ومع مساحة لدولة يعني في حدود 330 ألف كيلومتر، يعني في تقريبا تلت مساحة مصر، لكن يعني 586 مليون دولار رقم قابل للزيادة وقابل لأنه يتضاعف، خصوصا أنه باقي الدول الخليجية نفس الحكاية، كانت أرقام وتضاعفت والنهاردة وصلين إلى أرقام قياسية. يعني مثلا إذا كان ولي عهد المملكة العربية السعودية كان هنا من يومين، تبقى الأرقام الغرف التجارية السعودية بتكلم على 30 مليار دولار حجم استثمارات موجودة، بتكلم على 6862 شركة سعودية بتعمل مصر، بتكلم على 9.1 مليار دولار حجم التبادل التجاري، وده رقم يعني قياسي، تتكلم على نفس النسبة اللي هي دي 9.1 تقريبا نفس نسبة التحولات المصريين في الخارج للمصريين الموجودين في السعودية اللي هم 1.8 مليون 3 مليون بأسرهم وأهليهم الموجودين هناك. إذا برضو هنتكلم على باقي دول الخليج نفس الحكاية، يعني إذا كان لمحت أنه الملف الاقتصادي بيهم حضرتك، الإمارات نفس الحكاية تاني، وهي يعني هي والسعودية بيتنافسوا على تاني وأول مستثمر في مصر 15 مليار دولار، تكلمي على 1086 شركة، في أفق للوصول بالاستثمارات الإماراتية في مصر في 2027 إلى يعني 35 مليار دولار. العراق احنا عاملين محور أو تحالف أو تعاون مع العراق والأردن، العراق 483 ألف كيلو متر، بتتكلم على أكثر من عدى الحمد لله تجاوزنا 40 مليون نسمة، الحجم التبادل التجاري يعني في أفق تجاوز 856 مليون دولار، ومع الأردن متجاوز المليار دولار لأنه عامل في الست شهور الأولى من يعني السنة دي أكثر من 553 مليون دولار، وبالتالي هيتجاوز عدد التبادل التجاري المليار دولار، كان السنة اللي فاتت في 2021 1065 مليون، يعني مليار و65 مليون دولار. عندنا ألف، عندنا مليون و100 ألف مصري في الأردن، عندنا صادرات 748 مليون دولار، وعندنا واردات ب 142 مليون دولار من الأردن. طيب، ده يعني مجمل العلاقات الاقتصادية مع أغلب أو كل دول الخليج. طيب، خليني أروح مع حضرتك للحراك العربي اللي بيحصل في الوقت الحالي، حراك عربي كبير جدا تقود مصر يعني هذا الحراك استعدادا للقمة المرتقبة. جو بايدن سيزور السعودية لعقد قمة دول التعاون الخليجي، السعودية، العراق، مصر، الأردن. خليني أسأل حضرتك، هل جو بايدن في مأزق؟ هل بعد توتر العلاقات ما بينه وما بين السعودية بعد تصريحاته اللي قدمها إبان ترشحه أو حملته الانتخابية، هل أصبحت الحرب الروسية الأوكرانية وما غيرها من مسببات يعني تسببت في شيء من التنازل، شيء من التراجع عن هذه التصريحات؟ تصريحاته بخصوص الحرب الأوكرانية، لا، تصريحاته للسعودية، كان في حالة من التوتر كبيرة ما بين الولايات المتحدة والسعودية. طبعا يعني من أكثر من ساعة متولى بايدن والحالة من الارتباك بتضرب طبعا العلاقات السعودية الأمريكية، لكن في ظل اللي حاصل بسبب ظل اللي حاصل في العالم بسبب الطاقة بعد الحرب الأوكرانية الروسية، شفنا اللي يعني التراجع والتنازل اللي حضرتك تكلمي عنه
مش بس بين أمريكا والسعودية، لكن بين أمريكا وخصوم كثيرين. يعني شفنا تودد إلى فنزويلا لأول مرة، كلام على وفد أمريكي بيزور فنزويلا وبيلتقي الرئيس مادورو وبيتكلم على النفط الفنزويلي، تراجع بخصوص يعني دول إكوادور مثلا وعدد من دول خاصة في أمريكا اللاتينية، دولة زي إيران بي في كلام على حسبة إنه إيران تعود إلى ضخ بترولها وغازها في يعني أنابيب الطاقة الدولية، وبالتالي يمكن يعني الاستعاضة عن الطاقة الروسية. حضرتك عارف الطاقة الروسية 40% من طاقة أوروبا من روسيا، 40% من الطاقة كلها. بتتكلم على الطاقة، بتتكلم على ثلاث حاجات، الغاز والنفط والفحم. فقرر بكاملها أو الاتحاد الأوروبي بالكامل 27 دولة عايشين على الطاقة الروسية، لما تيجي تستبدليها حصل هذا التراجع والتنازل من الرئيس الأمريكي. طبعاً حتى أنا آسف على ما قطعت حضرتك، كان في مطالب لأوبك إنها ترفع إنتاجها من البترول. ما هو ده بقى اللي انا كنت هسأل حضرتك عليه، انه الاوبك هو يعني محتاجين ان هم يرفعوا انتاج الاوبك علشان السعر بتاع الدولار يعني يقل، بتاع البترول يقل شويه. طيب القرار ده قرار الاوبك، وقرار الاوبك بلس كمان اللي فيه دول اخرى من ضمنها روسيا مثلا، ففي ما اظن هذه اشكاليه يعني. او هي روسيا عضو في اوبك بلس اللي تاسست في وقت لاحق طبعا لأوبك، لكن رأيها ليه اعتبار ومؤثر وأساسي. لكن في النهاية اللي حصل إيه حضرتك فاكرة؟ أنه تم يعني رفع إنتاج البترول بمعدل 420 ألف برميل يوميا. فعالم بيستهلك في اليوم أكثر من 100 مليون برميل، وطبعا ده رقم هزيل ما يأثرش في حاجة. وبعد كده بضغوط تانية أو بمحايلات تانية أو بمطالب تانية تم يعني زيادة 200 ألف برميل عشان يوصل الإجمالي 620 ألف برميل، وده رقم يعني أكثر من نصف مليون برميل يوميا، رقم هزيل جدا ما يأثرش يعني في أي حاجة. طيب الحقيقة يعني جو بايدن هيزور المنطقة الشرق الأوسط، يعني هي زيارة لإسرائيل، زيارة لرام الله، زيارة بعدها إلى السعودية، أكيد لديه أجندة. وبالتأكيد الحراك العربي القائم طوال الفترة الماضية، وزي ما حضرتك اتكلمت أيضا عن الاقتصاد وأهمية أن احنا يكون يعني في حالة من التعاون والتكامل ومعرفة ما لدينا علشان زي نقدر يكون في حالة من الدعم، هل فكرة توحيد وجهات النظر والرؤى وتوحيد الجهود والتطابق هي فكرة استعدادا لما سيطرحه جو بايدن، أم هي لمواجهة ما يمكن أن يطرحه جو بايدن ويعني قطع الطريق على ما يريده؟ والله الموضوع يعني غموض شديد، لأن حضرتك تتكلمي على وجهتين نظر، الوجهتين موجودين على الساحة. احنا شفنا يعني إحدى الدول العربية بتتكلم على أنها موافقة على ما سيطرح أو ما قد يطرح أو ما يتسرب عن فكرة ناتو شرق أوسطي. حضرتك طبعا عارفة يا دكتور ناتو شرق أوسطي يبقى فيه أطراف غير عربية موجودة. بالضبط، وده اللي دعا عليه العاهل الأردني لما قال يعني نتمنى أن يكون في تكتل، لأنه أول الداعمين لفكرة التكتل. فيعني برضو كنت هسأل حضرتك في ده، أنه ده معناه أنه تكامل عسكري وتعاون عسكري يشمل دول شرق أوسطية أخرى غير عربية. غير عربية، غير عربية. في طرح تاني بيتكلم على أنه يعني المنطقة رايحة لا ينقصها الارتباك، وبالتالي في طرح يدعو إلى التهدئة بتقوده. ممكن العراق النهاردة عاملة أو بتكمل مسيرة المفاوضات بين السعودية وإيران، وفي يعني زيارات مكوكية من رئيس الوزراء العراقي إلى كل من السعودية وإيران. إيران عادت إلى المفاوضات، يعني من بكرة تبدأ مع الولايات المتحدة حتى لو كان بشكل غير مباشر، لكن شوف الوسيط مين؟ الوسيط هو الاتحاد الأوروبي. فكلام على عودة المفاوضات عشان النووي الإيراني، وكلام على مفاوضات سعودية إيرانية. النهاردة في غزل إيراني لمصر، يعني وزير الخارجية الإيراني بيتكلم من العراق على أهمية مصر بالنسبة لإيران وأهمية وجود علاقات إيرانية مصرية
وان ده هيكون في خدمه المنطقه والعالم. فانت قدام متغيرات بتحصل بشكل متسارع، بعضها يبدو انه عايز يجهض اي طرح يخص ناتو شرق اوسطي ممكن يحصل في زياره بايدن، وبعضها سابق يعني الفكره وبدا مفاوضات الايرانيه السعوديه من بدري زي اللي حصل في العراق، كان على مستوى اجهزه الامن، والنهارده بتكلم على انه رايح الى مفاوضات بين السياسيين وربما تصل الى وزراء الخارجيه. طب على ذكر فكره الحلف او الناتو الشرق اوسطي، هل ترى حضرتك برؤيتك التحليليه يعني ان ده امر وارد الحدوث، وارد ان يكون في دول غير عربيه يعني ان ده يحصل وانه يكون في دول غير عربيه، ده امر وارد الحدوث؟ هو طبعا ما يعني فكره انه يبقى التوتر في العلاقات الايرانيه العربيه يطغى على كل قضايا المنطقه فكره غير صحيحه. لانه اذا كنا هندخل يعني بعض الدول العربيه مع اسرائيل في حلف واحد، طب اين ستذهب القضيه الفلسطينيه؟ اين ستذهب الاعتداءات اليوميه الاسرائيليه على الشقيق السوري؟ هتروح فين التهديدات اليوميه من اسرائيل الى لبنان؟ انت قدام ازمه كبيره محتاجه يعني تصور حكيم للحل يبعد المنطقه عن تحالفات ممكن تزيد المنطقه توتر اكثر. وبعد يعني في فكره انه اذا كان التهديد الايراني بينصب على الاراضي الاسرائيليه والصواريخ الممتلكه او المملوكه لحزب الله رايحه ناحيه الاراضي الاسرائيليه، ممكن الحوثيين في اليمن ساعه اي مشكله ممكن السفن الاسرائيليه التجاريه ممكن تتعرض لمشاكل. ليه يعني ندفع بالامور انه اراضي عربيه تبقى مهدده بهذه الصواريخ الايرانيه وتبقى مهدده سفن عربيه من الحوثيين، ويبقى زودنا المنطقه ارتباك اكثر من المفترض تكون عليه؟ طب يعني خلينا اسال حضرتك، العالم المتصارع المتشابك صراعه حضرتك اكثر من حضرتك سامعني؟ العالم المتصارع يعني حاله من الصراع العبثي العالمي، كيف يمكن للدول العربيه في ظل هذا الصراع انها تقدر تخرج باكبر كم من المكتسبات تجعل منها قوه ضاربه من الممكن انها تتواجد على الساحه بشكل واضح في عالم تتغير موازين القوى فيه او عالم يتشكل من جديد؟ والله المكاسب بدأت يا دكتور، يعني لما نتكلم على انه عائدات النفط العربيه تضاعفت من يعني تداعيات او جراء الحرب الروسيه الاوكرانيه، ابتدينا نتكلم عن المكاسب. لما نتكلم على مكاسب اكبر بقى، انه الدول العربيه ترفض الضغوط الامريكيه لاول مره، يعني اول مره نشوف دول عربيه بتتحدى الضغوط الامريكيه وترفض المطالب الامريكيه بزياده انتاج النفط. لما بنتكلم على انه الدول العربيه ترفض الخضوع للقرارات الغربيه في فرض عقوبات على روسيا، ده يعني كنا يعني مسائل صعب تصورها في فترات سابقه. النهارده بتتكلمي على كل ده مع بعض، وبتتكلمي على ما هو اكتر، بتتكلمي على تعاون اقتصادي عربي روسي. يعني في كلام على انه الاستثمارات العربيه بعد ما جرى للاموال الروسيه في الغرب دلوقتي بتفكر في اماكن امنه تستقر فيها وتستثمر فيها، انه مش هنفضل قاضيين بقى لكل خلاف سياسي الاموال تتجمد وتتصادر، والممتلكات بيصادروا حتى الوحدات السكنيه لرجال الاعمال الروس في الغرب، مش بس اليخوت، يعني مش بس الاموال اللي في البنوك، ده حتى الشقق يعني في الاحياء الغنيه بيتم السيطره عليها ومصادرتها. فأحسن اعتقادي انه العرب التقطوا الخيط ومش هتفضل اموالهم واستثماراتهم في الغرب تحت هذا التهديد. النهارده روسيا فاتحه ابوابها للاستثمارات وجاهزه الاموال العربيه تحل محل الشركات اللي انسحبت من روسيا وتحل محل الاموال اللي انسحبت وسحبت كل او جمدت يعني اعمالها في روسيا. المجال جاهز وواسع والمكاسب ممكن تبقى كبيره. النهارده بنتكلم على دولتين عربيتين، السعوديه ومصر، مدعوتين بقوه الى الانضمام الى دول البريكس. يعني الكتله الاقتصاديه الضخمه اللي بتشكل 40% من سكان العالم و27% من مساحته و22% من حجم الناتج الاجمالي العالمي، او يعني ده كان من 3-4 سنين هذه الاحصائيه، النهارده
اكيد تغيرت النسبه وتعدي النهارده 25-26% من حجم الناتج الاجمالي العالمي. مصر والسعوديه مدعوتين ليه؟ لانه يعني اقتصاديات واعده وفي كلام على ارقام مبشره خاصه بالاستثمار، خاصه بالتشريعات، خاصه بالبيئه الامنه، خاصه بالشفافيه، بحاجات كتير بتتغير في البلدين. فلا طبعا جاهزيه الدول العربيه وغير حتى بعيد عن الخليج، شفنا الصمود الجزائري مثلا ضد العقوبات، الرفض المغربي للعقوبات ضد روسيا. فاحنا قدام معادلات بتتغير اذا في حوار بقى عربي عربي يمكن توجيه هذه المتغيرات بالاتجاه اللي حضرتك بتتكلمي عنه، ويبقى فيه تحقيق اكبر قدر من المكتسبات. طب خليني يعني في اكتر من ملف، مش معقول حضرتك هتكون ضيفنا ومش هقدر يعني لازم استفيد اكبر كم ممكن من الاستفاده في اكتر من نقطه. خليني بس اسال الاول عن زياره الامير تميم، وعن يعني لقاء المصالحه او نقدر نقول الدور الشديد الاتزان اللي مصر بتلعبه، زي ما قلت يعني في سؤال سابق قبل كده، انه خرجنا من يعني مصر في علاقاتها الخارجيه عدت صفر مشاكل لمرحله صنع سلام. شكل اللقاء ما بين الامير تميم والرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصه مع التهنئه من قبل الامير تميم بثوره 30 يونيو، وما ممكن ان تسفر عنه هذه يعني الحاله من المصالحه. هو طبعا كان في اكثر من لقاء واكثر من مصافحه خارج يعني القاهره في مناسبات مختلفه، لكن حضرتك عارفه انه مصر ليها 5 قواعد بتدير بيها سياستها الخارجيه ومستقره وثابته. يعني طبعا يعني منذ 2014 يعني مش بنقول سر انه مصر بتحترم السياسات الداخليه للدول ما بتدخلش فيها. مصر دايما بترفع شعار ان التغيير في اي دوله هو يعني مسؤوليه الشعوب. مصر بتتكلم على ضمان سلامه المؤسسات الوطنيه، وطبعا بيجي في مقدمتها الجيوش الوطنيه في البلاد اللي بتكلم عليها. مصر بتتكلم على انه وحده الاراضي العربيه او حتى غير العربيه، في اي نزاع لازم يبقى في ضمانه لوحدتها وعدم تفككها او عدم اقتطاع اجزاء منها. ومصر بتتكلم على انه يعني الذهاب الى الديمقراطيه بيتم عبر دساتير تبقى محل موافقه جميع الاطراف في هذه الدول. شوفي اللي احنا قلناهم دول هتلاقيهم مصر مارستهم في سوريا، ومصر مارستهم في ليبيا، ومصر دعت ليهم في اليمن، ومصر من قبل كده تتكلم على هذه الأسس الخمسة في العراق وفي أي دولة في العالم. وبالتالي مصر لم تكن بتتدخل في شؤون قطر. مصر عمرها ما وجهت إذاعات أو فضائيات من مصر إلى الشعب القطري، بالعكس كنا دائما بنتكلم على الشعب القطري باعتباره شعب شقيق وطيب وبيحب المصريين وبيستقبل المصريين. أكثر من 300,000 مصري موجودين على أرض قطر، كنا دائما بنتكلم على ان الشعب القطري نصه اتعلم في مصر ونصه اتعلم المصريين على ارض قطر، ذهبوا وعلموه. طبعا اذا بالحسبة الارقام والمصالح بتتكلمي على شعب بيعيش على 11,000 كيلومتر، لكن بيمتلك ثالث اكبر احتياطي غازي في العالم، 13.1% من غاز العالم موجود في قطر. بتتكلمي على يعني اكثر من 25 أو إلى 26 تريليون متر مكعب غاز موجود على أرض قطر، مش قدم. يعني عندنا أحيانا بتبقى الحسابات بالقدم المكعب، هناك الأرقام لأنها كبيرة بتتكلمي على المتر المكعب، بتتكلمي يعني المتر ده تضربي بيوصل 28 ضعف في القدم. فبتتكلمي على احتياطات هائلة بتوصل يعني الدخل إلى 110 مليار دولار سنويا. نصف قطر الشمالي اسمه حقل الشمال، 60% ده حقل غاز لوحده لسه لم يعني يكتشف بالكامل احتياطاته. ففرص دخول قطر بسياسات جديدة بأسس جديدة بقيم جديدة إلى يعني حلبة التعاون العربي تبدأ في مجلس التعاون ثم تنطلق إلى شقيقتها العربيات في كل مكان. إحنا قدام فرصة مصر بتدعو عليها وبترغب في يعني وضعها إلى أو على ساحة المصداقية. مصر زي ما بتتكلم على المصالح كمان بتتكلم بقيم ثابتة، ما هيش بتغير
رأيها كل شوية. بالتأكيد أستاذ أحمد، صعب حضرتك تكون معايا وما أسألش عن الحوار الوطني اللي على الأبواب، اللي أطلقه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 26 أبريل الماضي أثناء فطار الأسرة المصرية، اللي الوطن فيه يعني يتسع للجميع والاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. رأي حضرتك في الحوار الوطني وما الإجراءات اللي بتسير لإقامة الحوار الوطني، شايف حضرتك هذا إزاي؟ شايفه درجة الإيجابية فيه قد إيه؟ درجة المصداقية لأنه ومؤشرات هذه المصداقية للحوار الوطني خاصة بعد تشكيل الأمانة الخاصة بالحوار الوطني. من الآخر يعني من آخر حاجة قلتها حضرتك، التشكيل محترم جدا ومتميز ومتنوع وبيكمل بعضه بشكل يعني بنحسد عليه الدكتور ضياء رشفان إنه اختار الناس بشكل مميز جدا. لكن بالرجوع بقى، كتبت اكثر من 9 مقالات عن الحوار الوطني من قبل من بعد الدعوه مباشره. عرفنا الحوار بانه يعني نقاش بين طرفين بيستهدف المصلحه العامه او طرفين او اكثر يعني، او طرفين. احنا عندنا الدوله والاحزاب الموجوده في الساحه السياسيه المصريه. ايه افق الحوار ده اللي احنا عايزين نعرفه؟ هل افقه انه نوصل لعقد اجتماعي جديد؟ هل نوصل الى تصور لشكل الدوله المصريه في المستقبل؟ هل نوصل الى مناقشه اسس قايمه عليها الدوله المصريه النهارده، زي شكل النظام الاقتصادي وشكل النظام التعددي وشكل النظام يعني في الغالب يميل الى انه نظام رئاسي مصري؟ هل هيوصل الحوار الى تعديل الدستور؟ الافق ده لسه يعني هيتضح بعد بدء المناقشات. لكن الجدية مطلوبة، لأن احنا قدام دعوة تاريخية ما نقدرش أقول اتأخرت، لأن جاية ما نقدرش إن كنا نطرح فكرة الحوار والناس شايلة أرواحها على كفها وبتحارب الإرهاب في الشارع المصري، وحضرتك فاكرة بالتأكيد كان بيضرب مصر كلها، ما كانش سينا بس. وبالتأكيد كمان ان الحوار مقام يعني مصر بتدعو للحوار وهي دولة قوية مستقرة محققة انجازات وعلاقاتها الخارجية كلها غاية في الاستقرار يعني. وكان بعد ما على الارض ملفات كتير يعني ملف الارهاب يعني خلاص تقريبا في يعني خطواته الاخيرة، ملف الاحتياط النقدي اللي كان متدني واقل من 15 مليار دولار النهاردة ما بيقلش على 40، وبسبب يعني الأزمات الأخيرة السنتين أوكرانيا وكورونا يعني ما يقلش عن 37، رقم ضعف اللي كان أو أكثر من ضعف اللي كان موجود ساعة ما تولى الرئيس المسؤولية. كان عندنا أزمات المرتبات مش موجودة، كان عندنا أزمات البطالة ضعف الرقم الحالي الحمد لله نزلت، كان عندنا الطاقة وتحلت، كان عندنا أزمات كتيرة ما كانش ينفع ندعو يعني، دي كلها محل إجماع مش محل خلاف ولا حتى لحوار. وكانت المفروض الدنيا كلها في مصر مفوضة القيادة السياسية أنها تدير هذه الأزمات وتنتصر عليها، ولما ده تحقق النهاردة بتكلم على حوار وطني ممكن يحدد شكل الحاضر والمستقبل في مصر. الحوار الوطني سيادة الرئيس لما دعا عليه كان دعوة لجميع الأطياف، طالما يعني مفيش في إيديها دم أو لم تحرض على الدم. يعني سؤال مباشر، هل هناك يعني في بعض الكلام عن انه تم دعوة الاخوان او بعض من الاخوان للحوار الوطني، ما صحة هذه الادعاءات؟ هل هي حقيقية ام هي مجرد ترويج الاخوان بيروجوه كنوع من احداث البلبلة والواقعة ومحاولة يعني لافساد فكرة الحوار الوطني؟ هو ما فيش خطوات ممكن تبقى يعني تكون مفيدة للمصريين الا ما تلاقي الاخوان على الخط بيحاولوا إرباك وتشويه وتعطيل وممكن إفساد الموضوع كله. فأعتقد أن دي إشاعات مصدرها الإخوان أنفسهم بيحاولوا يقولوا أن إحنا موجودين وأن في سعي للدولة وأن حتى كل الموضوع ده كله معمول للوصول في النهاية إلى الحوار مع الإخوان. لكن إذا تسمى الحوار أصلا بالحوار الوطني ده معناه من أول لحظة كده من مجرد التسمية أن الإخوان ليسوا بالتأكيد مدعوين فيه ولا من أطرافه أصلا يعني. زي ما تتكلمي كده على فريق أهلاوي لا يمكن يكون في حد من الزمالك، مستحيل يعني بالعقل يعني. سؤالي الأخير لحضرتك عن الحرب الروسية الأوكرانية وما قالت إليه مجموعة السبعة، كانت النهاردة بتدعم يعني بتقدم يعني بتعلن دعمها استمرار دعمها لأوكرانيا. الولايات المتحدة عندها إصرار ضم فنلندا والسويد
رغم توتر الوضع في الوقت الحالي. هل تريد الولايات المتحدة الأمريكية استمرار الحرب الروسية الأوكرانية يعني زي ما بيقولوا كده حتى آخر مواطن أوروبي؟ بلا جدال، لأن هي معركة الغرب القديم وحتى الغرب الجديد مع بعض بالكامل، ومعركتهم الأخيرة. حضرتك النهاردة لأنه لا يعني في استحالة أو في تصميم على بقاء النظام القطب الواحد اللي بتقود الولايات المتحدة الأمريكية وحلفتها بريطانيا. ففكرة تعدد الأقطاب والعودة إلى أو الذهاب إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب فكرة بالنسبة لهم مفزعة جدا. النهاردة شوف المتغيرين اللي حصلوا، أولا المظاهرات في محيط الاجتماع ضد الدول الغربية نفسها وبتحملها مسؤولية اللي بيحصل في العالم، ثم طرح النهاردة الخاص ب 600 مليار دولار للتنمية في الدول الفقيرة. معنى أصلا النظام العالمي الجديد اتشكل خلاص، لأنه أنت تكلم على طرح وهم قايلين لمواجهة الأموال الصينية والتواجد الروسي. فده أصلا اعتراف يعني النهاردة خطير أنه النظام العالمي الجديد اتشكل أصلا، وأن الطرح بيحاول يقاومه، وإلا ما كانش هذا المبلغ يطرح، ما كانش فيه أصلا اعتبار للدول الفقيرة ولا الدول العالم الثالث. ده حتى أزمة كورونا وحضرتك فاكرة تركوا العالم الفقير إلى الفيروس وإلى الوباء وكأنه ما فيش سكان غير العالم المتقدم على كوكب الأرض. كانت اللقاحات عندهم والأولوية ليهم، وحتى البعثات الطبية ممنوعة خارج دولهم، وتركوا دول العالم كله يعني فريسة لكورونا. النهاردة بتكلم على 600 مليار دولار، وبتكلموا على يعني توفيرها خلال 5 سنوات من مصارف خاصة وعامة، تكلمي على هذا المبلغ. وبيتقال في ضمن حيثيات القرار أنه لمواجهة التحرك أو التواجد الروسي الصيني في العالم والأموال الصينية تحديد. ده معناه أنه خلاص العالم الجديد تشكل، وفي محاولة يائسة لوقفه، وفي إصرار زي ما حضرتك قلت بالضبط إلى بقاء الحرب في أوكرانيا إلى آخر جندي أوكراني وحتى إلى آخر جندي أوروبي، لكن لا تنتصر روسيا في نهاية الأمر. لكن المسائل على الأرض مختلفة. إذا كانت روسيا تأخرت في الحسم، لكن الحسم بيتم ببطء، لكن علينا ننظر إلى باقي الصورة، وأن أوروبا والغرب أيضا فشلوا في العقوبات الاقتصادية اللي ممكن كانت يعني لولا قدام دولة قوية متماسكة رتبت نفسها السنين اللي فاتت، لكانت ممكن قرارات بالكامل يعني تتحطم أو تنهار قدام هذه العقوبات وحجمها التاريخي يعني. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ أحمد، يعني أنا استمتعت جدا بهذا الحوار كالعادة، وإن شاء الله يعني مستمرين في حوارات أخرى قريبا. بشكر حضرتك جدا على وجودك معنا، الكاتب الصحفي الكبير والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. شكرا، شرفت، الله يخليك. مشاهدينا انتهت حلقتنا، بكرة حلقة جديدة من مساء الخير، وأنا أشوفكم الحد القادم. We'll be right back.